حد ما اوريها اللي بيحصل. مالك اديني فرصه طيب، وانا هكلم اميره بفهم ايه اللي بيحصل. اوكي هكلمك كمان شويه. باي باي. اقول لك على حاجه، الكامبين ده مبصوص لنا فيه، وعندي احساس كده من جوه بيقول لي انه مش هيكمل، وبقول نوع قالت نوام بليز ركني على جنب شويه وبطلي فالك المهبب ده عشان انا مش ناقصه. طب يا اخويا خلي ست بتاعتك دي تعملها اي منظر. ما انا بكلمها اهو. احسن بر. ايوه يا اميره انت فين يا سيدي؟ ما باظتش ولا حاجه، تخرج بس اللي جوه دي واشوف ايه اللي هيحصل. ما تقلقش هكلمك تاني. هنعمل ايه في مصيبة الدبلة دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم، هتقولي الدبلة يا اما اتسرقت يا اما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه، ولا كلمة زيادة. طب ما تيجي معايا. انزلي انزلي عشان ما اعملش معاك اللي كان لازم اعمله. ما عملتوش ساعتها ليه؟ اقول لك انا؟ عشان انت لسه بتحبني. تفتكري ممكن اضيع اللي بنيته عشان واحده زيك؟ موتك ما يبسطنيش، انا هموتك بالحياه وده اللي هيبسطني. يعني ايه؟ مش فاهمه. فكري فيها على مهلك. يلا. ما بتردش. هي مين؟ مالك؟ وانت كلمتيها ليه؟ كانت خارجه من هنا منهاره وبتعيط، حاولت الحقها ما عرفتش، عمال اكلمها في التليفون ما بتردش عليا. انت اللي قلتي لرشا انها عندي؟ لا طبعا، ازاي؟ بس هي جايه وعارفه انها عندك. عارفه منين؟ ما ده السؤال اللي هيجنني. حاولت امنعها انها تدخل لك، بس انت عارف اسلوبها بقى. مفهوم. انا خايفه اللي حصل ده يعمل لنا شوشره واحنا في غنى عنها. ليه بقى؟ يا ملك دي من نوع اللوكلوك؟ معرفش، اصلها مش صاحبتي يعني. طب سيبي رخامه. انا فكرت في حاجه كده، تسمعني؟ أسمعك. تفضلي.
أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلاً وسهلاً مستر نديم. ما تستغربش، أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي، احنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. اكيد لازم تعملوا حاجه تخلي الناس تعرفكم من بعض. انا اديتها الورد على انها انت. عموما ميرسي قوي على الورد، انا وهي واحد. الحقيقه هو فعلا في حاجه بتفرقنا عن بعض للاسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة ما عرفتش تسيطر على العربية وتقلب بنيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوا المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام، وهي على فكرة بتسمعنا وتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. آه مفهوم، زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده. يعني تقدر تقول كده، وده كلام الدكاترة كمان. هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلاً، إحنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريباً. كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه. نسيت أشكرك على مجيك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة. أنا ما يرضينيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي حاجات بسيطة ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي. باي. Bye.